تقريبا معانا تامر وسارة ورادي ويوسف الزميلة شيماء وريهام وروز، وأهلا بكم جميعا، تشرف فيكم. أنا بس بشوف كده تمام. انتوا لو عندكم اي تساؤلات اداريه في الموضوع ممكن انا ارد عليكم لغايه ما يجي الاستاذ اسماعيل. واختصارا الدبلوم في 6 مواد، وهذه ال6 مواد المفترض مقسمه على الاسبوع اللي احنا بنشتغل جمعه وسبت وحد، كل يوم هيكون مادتين، اذا معاك كل يا ماده دكتور. مره واحده اسبوعين، محاضره واحده اسبوعين. طبعا انت عندكم اسماء الزملاء المدربين في بداية هذا الأسبوع، لأن ده أول أسبوع في الدبلوم، هناخد محاضرة واحدة كل يوم. من الأسبوع القادم إن شاء الله تكون محاضرتين. يعني كان المفترض النهاردة معانا الزميل هادي وفيق لمحاضرة المونتاج والتصوير، فأنا طلبت منه إن هو يكون معنا الجمعة القادمة حتى يتسنى الجمعة القادمة، يكون يعني أكبر عدد من الزملاء تاني ينضم معانا، تقريبا ممكن 5 تاني، بحيث يكون ما فاتهمش حاجات كتير، خاصة الجوانب التقنية خاصة بالإيديتنج للصور والفيديو، بتحتاج يكون الزميل يسمع فيها من البداية. فلذلك أثرنا أن يكون يعني أن تكون اليوم محاضرة وغدا محاضرة وبعد غد محاضرة، ومن الأسبوع القادم سيكون محاضرتين محاضرتين محاضرتين. أنا معاك يا أستاذ أبو بكر. تفضل أستاذنا، أنا منتظر. أهلا بيك. الله يسلمك. أنا طب أصحاب اديني حضرتك. شير، أنا أعمل شير ممكن؟ آه أيوة، منين؟ ثواني حاضر. فعلا نيك هوست. طيب حضرتك دلوقتي ممكن تعمل شير. تمام جدا. إذا ظهر الشير أكدوا لي من فضلك. ظاهر الشيخ حمد. تمام. مساء الخير على الجميع. طيب خلينا، مش عارف، أنا أعرفكم بشكل سريع بنفسي حتى نكونوا على اطلاع على مع من تتحدثون أو تستمعون وتناقشون، ثم أستمع إليكم أيضا. كل واحد يعرف بنفسه، يعني يعرف بنفسه من جهة الاسم والبلد إذا أمكن والوظيفة اللي هو فيها يعمل فيها، يعني خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحفي. أنا إسماعيل جريتلي من ليبيا، عملت في الصحافة من سنة 96 حتى هذه اللحظة، يعني ما بين ممارس للصحافة بأنواعها، تلفزيون، راديو، صحافة إلكترونية، صحافة ورقية، مراسل ميداني، وأيضا أسست راديو أخباري في ليبيا، ثم أسست تلفزيون في إسطنبول، وعملت في شبكة الجزيرة تقريبا 16 عام، وعندي منذ سنوات يعني أعمل في التدريب من سنة 2003 تقريبا، وأيضا درست في الصحافة والإعلام أيضا في المستوى الجامعي. اليوم نحن حنتكلم على، يعني موضوعنا حيكون توظيف الذكاء الاصطناعي في الصحافة، الأدوات والتطبيقات. طبعا حتكون هي عبارة عن، إذا صح التعبير، إشارات، لأن الوقت هو وقت البرنامج غير طويل، يعني ساعة على مدى 4 أسابيع بالنسبة لي أنا، يعني 4 لقاءات حتكون معكم. حنحاول يعني مع بعضنا نتعرف على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن أن يستفيد منه الصحفي، والأدوات المتاحة، بعض الأدوات، طبعا هناك آلاف الأدوات في الذكاء الاصطناعي، لكن حنختار بعض الأدوات اللي هي ممكن يستفيد منها الصحفي في مجالات عدة في الصحافة، بدءا من
من الجيذرينج، جمع المعلومات، التحقق منها، كتابة النصوص وتحريرها، الفيديو، التقارير المسموعة على الراديو، وطبعا التصميم وكلها. سنمر عليها بشكل سريع أيضا، يعني تكون عندنا بعض المعلومات كيف يمكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي. طيب، أنا أطلب من حضراتكم وحضراتكن أن تعرفوني بأنفسكم بشكل سريع. تفضلوا. أنا أستمع إليكم، ما حد تكلم حتى الآن. طيب، أنا اسمي شيماء هنداوي من عكا فلسطين الداخل 48، أعمل مذيعة في تلفزيون قناة هلا ومدرسة للغة العربية. أهلا وسهلا. شنو طبيعة العمل في القناة؟ مذيعة؟ مذيعة وصحفية أيضا، يعني أعمل في الإعداد والتحرير. تمام، أهلا وسهلا أستاذة شيماء. تمام، من بعد شيماء؟ يعطيكم العافية. أنا ريهام هرموش من إدلب، عمري 22، خريجة برمجة حاسوب، حاليا شغالة إعلامية بمنظمة رحمة حول العالم. إعلامية بمعنى صحفية يعني. لا، فينا نقول ديجيتال كرياتر، يعني كأنه متحدثة الرسمية وبنفس الوقت بقدم برامج. قدمي بودكاست يعني بهذا المعنى يعني. لسه ما وصلت للبودكاست، يعني بصراحة لسه بداية خطواتي بالإعلام، يعني تقريبا صار لي بحوالي سنة كإعلامية ومتحدثة بالمنظمة. أنا شغالة من قبل كجرافيك ديزاينر، كويب بروجرامر. موفقة موفقة. الله يسلمك يا رب، شكرا. مين كمان؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. هدى السباعي. أنا مشكلة، يعني نصي سعودي نصي سوري. أنا مجال الصحافة الصراحة مالي فيه كتير، بس ممكن أنا كنت أشتغل مع أبحاث الحج والعمرة في مكة، فكنا نطلع نصور، يعني نغطي الحج إجمالا. عندنا موضوعات معينة نغطيها كصور. حبيت أشارك في تخصصي لغة عربية وعلوم اجتماعية، حبيت أشارك يعني في الدبلوم عشان أتعلم شيء جديد. أهلا وسهلا، أنت موجودة في المملكة ولا خارج؟ لا، حاليا في اسطنبول. أهلا وسهلا. أهلا فيك. تفضلوا. من بعد الأستاذة، نسيت اسمك. هو اسمي هدى السباعي، بس يعني اسم الشهرة الناس تعرفني باسم روز. أهلا وسهلا أستاذة هدى. أهلا فيك، نعم. يعطيكم العافية. أنا اسمي سارة دريس، مش عارفة إذا الصوت مسموع. واضح واضح يا أستاذة سارة. أوكي. من فلسطين، من القدس تحديدا. مجالي أنا محاماة، بس صراحة يعني حابة أدخل مجال الإعلام، خاصة بسبب يعني الأوضاع اللي بتصير عنا، فحبيت يعني كتير نصحوني بهذا الدبلوم وحبيت أدخل فيه. يعني أهلا وسهلا، موفقة إن شاء الله. تسلم، شكرا. السلام عليكم، وعليكم السلام. معكم تمار عامر يحيى من العراق، طالبة مرحلة أولى إعلام جامعة جيهان أربيل، مقيمة في أربيل العراق، وعندي إقامة في الإمارات. أهلا وسهلا، أنت في السنة الأولى يعني. السنة الأولى نجحت على الثانية إن شاء الله. موفقة. في الإعلام في تخصص محدد ولا؟ لا، بعد الإعلام، ويعني طموحي إن شاء الله على الصحافة إن شاء الله تخصص. موفقة موفقة تمام. مرحبا، أنا أهلا اسمي وسهلا. بنفشة بيشرو، أنا من كردستان العراق من أربيل، أنا طالبة بجامعة جيهان قسم إعلام، مرحلة إن شاء الله راح تصير رابعة. حابة التخصص مال تقديم البرامج والصحافة. موفقة. شكرا. ذكرينا باسم حضرتك. بنوشة، أنا اسمي كردية، شوي بنوشة. صعب. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بنوشة. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا يوسف من العراق، طالب مرحلة أولى جامعة جيهان. أعمل كمحاسب بمنافذ البطاقات الائتمانية، بس ما أعمل
يعني بمجالات الإعلام بعد، يعني مستقبلا حاب أتخصص بمجال المونتاج والتصوير. موفق يا أستاذ يوسف. الله يخليك. الله يسلمك. تمينا هكذا أعتقد. مساء الخير، أهلا أهلا، تفضلي. اسمي خنساء عبيد من بغداد العراق، خريجة جامعة بغداد كلية الإعلام قسم علاقات عامة الثانية على الجامعة، ما شاء الله. حاليا أشتغل مقدمة برامج متنوعة وكاتبة بمنظمة تموز الألمانية وأشتغل بمصر. موفقة موفقة في كل شكرا أعمال. للجميع، شكرا. باقي أظن رحمة أو ريهام، ما أعرفش، أظن ولا خلاص تمينا. لا، أنا عرفت عن حالي بالبداية أستاذ. أنا آسف. طيب تمام. أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا أنا تشرفت بزيارة العراق، كل العراق يعني، وتشرفت بزيارة سوريا، ولكن لم تتح لنا زيارة فلسطين يعني، إن شاء الله ربي يكتب لنا ذلك. أهلا وسهلا بكم جميعا. طيب خليني أسأل سؤالنا في البداية عن خلفيات حضرتكم على الذكاء الاصطناعي. يعني هل بدأتم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وبالتالي عندكم تجربة ما في الذكاء الاصطناعي؟ مفترض الآن يعني كثير من يعني الشباب، تفضل. يعني الذكاء الاصطناعي مبدئيا اللي هو طالع شات GPT GPT، ايوه، GPT تمام. وشوية تصاميم، يعني شوية تصاميم يعني مدفوعة، يعني لما تعمل اشتراك بيعطي، يعني بتطلب منه يصمم لك تصاميم معينة بيبدع الذكاء الاصطناعي فيها. صحيح صحيح تمام. يعني انت استخدمتي اللي هو بالسبسكريبشن بالاشتراك. أيوة، تمام. مين كمان للتسلية فقط يعني. مش للعمل وكذا. أيوة، تمام. هذا مين بالنسبة لي كمان، يعني. مين أنا تعامل معه؟ استخدمته، أنا كمان تعاملت معه بمواقع مثل الكوبايلوت والشات GPT مثل ما تفضلت الآن سيروز، وكمان أنا قلت لك جرافيك ديزاينر، ففي عنا بالفوتوشوب كمان الـ AI، فكمان ضمن شغلي صحيح كمان بستخدمه. صحيح تماما صحيح. الأدوبي عندها أداة خاصة بها في الذكاء الاصطناعي، صح. تماما تماما. هلأ من جديد دخل على البرامج التصميم والمونتاج. صحيح صحيح. مين كمان؟ أنا استخدمت كالأبحاث، مثلا عندي تقديم فد شي استخدمته هواي لأبحاث مالتي يعني للدراسة، أقرأ ما هواي همينة تعدي بالبي برامجك آي. عن طريقه يعني. ايه صح، جميل جميل. الجميع انا يعني، كمان، انا العفو، تفضل استخدمتهم من تمام. للدراسة ايضا، يعني لتلخيص مثلا مواضيع او تعاريف او بصورة اسهل يعني يكون، فاستخدمته كتطبيق يعني. ممتاز. مين كمان؟ يوسف، لك تجربة أيضا؟ اي نعم. يعني بصراحة يعني تعرفت، يعني عرفت انه هيك شيء موجود، ذكاء صناعي وشيء، من سنة تقريبا. اتعامل وياه يوميا، يعني اي سؤال يجي ببالي مثلا خصوص التخصص او حتى خصوص الحياة اليومية يعني اسأل. خصوصا استخدمته يعني خلال السنة، كل شيء يفيد مثلا يوجهني او يدلني على المواقع اللي ممكن اسوي بها التقارير اللي يطلبون من عندنا اياها بالجامعة يعني. فكل شيء يفيدني. تمام ما شاء الله. يعني الكل عنده هذه المعرفة والاستخدام للذكاء الاصطناعي. طبعا من المهم جدا، هذه قاعدة أساسية عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء تشات GPT أو غيرها، يعني مثلا ماكس اي اي دوت مي أو أوثر أو أي واحدة من الأدوات، كوبايلت أو جيمي الخاص بجوجل. طبعا هناك أدوات أكثر احترافية يعني موجودة، يعني حتى تكتشف النصوص المنتحلة. يعني يستطيع أن يعني أنت تأخذ نص
وهو يدلك إذا كان هذا النص منتحل، يعني بمعنى في سرقة أدبية أم لا. وهناك أدوات من بعض الجامعات الكبرى في العالم تساعدك في التأكد من علمية النص اللي أنت كتبته أيضا، يعني أو البحث أو الورقة العلمية، يعني يراجع ما مدى مطابقة الكلام اللي في الورقة العلمية أو البحث أو حتى المقال من المصادر العلمية المعتمدة. فطبعا هناك أدوات ذكاء اصطناعي تقوم بإعادة صياغة النصوص أو بتحليل المواد الكبيرة، يعني أنت ممكن تأخذ كتاب معقد جدا في الاقتصاد على سبيل المثال، هو من 2000 صفحة، وتضعه في أحد أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة بتحليل النصوص، وتقوم بالتحليل وتقدم لك خلاصة كاملة في هذا الموضوع. أو أنت أيضا مثلا تعد تقرير مالي على سبيل المثال، أنت في البنك وتعد تقرير مالي شهري تقدمه إلى إدارة البنك، فتستطيع أن يعني تحمله على أحد أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الاقتصاد أو في التحليل المالي، ويعني هو يقوم بتحليل التقرير ويظهر لك الفجوات والأماكن اللي فيها خطأ في التقرير. يعني هو تقريبا يساعد بشكل كبير، لكن المهم الآن المتخصصون في تطوير الذكاء الاصطناعي أو من يتابع من المختصين في الذكاء الاصطناعي الأدوات يتحدثوا عن شيء اسمه الهلوسة. أحيانا الذكاء الاصطناعي يقع في هلوسة، هو العيب في الذكاء الاصطناعي لا يقول لا أعلم، ويحاول أن يجيبك وقد تكون إجابة غير صحيحة أبدا. فأحيانا تسأله عن كتاب وأنت لا تضع اسم الكتاب بشكل دقيق أو غير كامل، فهو يصبح من خلال العنوان، يعني تضع له كتاب اسمه مثلا التاريخ الاجتماعي لبغداد على سبيل المثال، وهو لا يعثر على هذا الكتاب في الداتا التي يتعامل معها، لا يجد هذا الكتاب. هو لا يقول، وأنت لا تعرف الكتاب، أنت حدثك صديق أو وجدته مثلا على جوجل، ولكن لم تجد منه نسخة PDF، لم تشتري الكتاب، وأنت تقول له أريد تلخيص للكتاب أو أهم أفكار كتاب، فلنفترض التاريخ الاجتماعي لمدينة بغداد. هو سيتكلم لك من خلال هذا العنوان، يعطيك كثير من الكلام غير صحيح. ولهذا من المهم جدا أن تقوم بعملية التأكد من المعلومات، خاصة للطلاب طبعا والصحفيين أيضا. لا تثق في كل النتائج أو الإجابات التي يقدمها لك الذكاء الاصطناعي. هذا من تجربة، أنا عندي مئات الكيسز أو الحالات التي كنت أختبر فيها الذكاء الاصطناعي ويقع في هذه الهلوسة، يعني فيصبح يهلوس ويقول كلام غير صحيح. فلهذا من المهم جدا أنت تذهب مع وأنت تستخدم الذكاء الاصطناعي، من المهم أن تذهب مثلا لجوجل باعتباره هو محرك بحث يذهب مباشرة للمصادر، هو لا يقترح عليك أي شيء يعني، ولا يعطيك نص، جوجل لا يعطيك نص، يعني هو يأتي لك بالمصادر أو المواقع، سواء كانت مكتبات، سواء كانت قواعد معلومات، أو ويحاول أن يقدم لك شيء. لو تقول مثلا أنت تكتب كتاب تاريخ الاجتماعي لمدينة بغداد، جوجل سيحاول أن يبحث لك إن كان هناك كتاب بهذا الاسم، يعطيك المكتبة التي يعني تبيعه أو الموقع الإلكتروني مثل أمازون مثلا، اللي هو موجود على أمازون أو على النيل والفرات أو غيرها من أو مكتبة الأبيكان أو مكتبة جرير أيا كان، أو مكاتب كثيرة أو قواعد معلومات أو جامعة بغداد، جامعة البصرة أيا كان. فبالتالي هو يحاول أن يبحث لك وين موجود هذا العنوان بشكل حقيقي، وبالتالي تتأكد
من وجود هذا الكتاب، ثم تبحث عن أحيانا في الإنترنت وليس بالذكاء الاصطناعي عن عرض هذا الكتاب، يعني ريفيو، تجد مثلا الموقع الفلاني أو الجامعة الفلانية أو المؤسسة الفلانية قدمت عرضا لهذا الكتاب، أو أحيانا تجد في اليوتيوب الكاتب تم عمل مقابلة معه، لقاء حول الكتاب. وبالتالي من المهم أن لا تثق في إجابات الذكاء الاصطناعي. هذه قاعدة ينبغي أن تحفظوها على من قلبكم وعلى ظهر غيب، يعني لا تثق أبدا فيما يقدمه لك الذكاء الاصطناعي. يعني أنا أتعامل معه بشكل يومي، أقوم بالتدريب حوله، وأحاول أن أختبر كيف يقع الذكاء الاصطناعي في الهلوسة. هذه يعني إياكم ثم إياكم، خاصة الطلاب، إياكم أن تعتمدوا عليه اعتمادا كليا، والصحفيين أيضا، لأن نحن نقدم بالنسبة للصحفي ونقدم معلومات للجمهور، والطالب سيقدم مادة مفترض أنها هي مادة علمية. من المهم جدا أن تتأكد عن طريق سواء مثلا محرك اللي هو سكولر السيرش اللي موجود عند جوجل، اللي هو الخاص بالمقالات والعلمية على سبيل المثال، أو في البحث العادي أيضا تبحث، ومن خلال تجربتك وخبرتك ومقارنة النتائج يمكن أن تجد تصل إلى ما هو دقيق. لكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وخاصة على أداة واحدة ستكون مشكلة. أيضا من المهم جدا أن تنوع الأدوات الخاصة بالذكاء الاصطناعي عند الاستخدام. يعني أنا لو أريد أن أكتب عن مثلا عن إدلب على سبيل المثال، عن تاريخ إدلب من القرن الكذا إلى القرن الكذا، وسأريد أن أستخدم طبعا جوجل أساسي، لأن جوجل سيذهب تماما إلى البحوث بأسماء كتابها من العلماء والمؤرخين والمختصين، يعطيك عشرات. سيذهب بك إلى مواقع خاصة بالجامعات، دوريات الجامعات، يذهب بك إلى ريسيرش جيت مثلا، يذهب بك إلى كثير من إلى جامعة دمشق، جامعة إدلب، أيا كان، إلى كتب تجدها في الأمازون، تجد عليها أيضا ريفيو أو ملخص للكتاب. ستذهب بعد ذلك إلى المكاتب المفتوحة، سواء البي دي إف أركايف، أو تذهب لمكتبة نور على سبيل المثال أو غيرها، وتبحث على جوجل. ثم لا بأس أن تذهب لثلاثة أربع خمس أدوات للذكاء الصناعي وتسألها نفس السؤال، ثم تعمل يعني بروموتنج، يعني أكثر من نفس الأسئلة تسألها لهذا وذاك، وتقارن الإجابات، وتسألهم عن المصادر التي اعتمدوا عليها، وتسألهم عن موضع الكلام من المصادر، يعني في أي صفحة، في أي جزء، في أي طبعة. يعني تقوم بهذا العمل الجاد لتأتي لمعلومات يمكن أن تتأكد منها طبعا، مع الرجوع بعد ذلك لمصادر موثوقة، كما قلنا، مثل المؤلفات، الكتب، الحلقات للمختصين في اليوتيوب. اليوم اليوتيوب مليء بآلاف، بل بملايين الساعات اللي موجود فيها أساتذة مختصين في العلوم المختلفة في كل مجالات المعرفة، إما يقدموا كتبهم أو خبراتهم في لقاءات أو بودكاست، ويقدموا باللغات كلها طبعا، ليست فقط باللغة العربية، وباللغة العربية موجود يعني فيما يتعلق منطقتنا وقضايانا وكذا، باللغة الكردية ستجد، باللغة التركية ستجد من يعرف التركية. فمن المهم جدا عدم الاتكال على الذكاء الصناعي باعتباره ما يقدمه كلاما نهائيا، إجابة صادقة، لا يعني لا يدخلها الشك. لا، نحن بالنسبة للصحفيين، من يمارس الصحافة من الزملاء أو من سيمارس الصحافة، نحن الأصل نشك في الصحافة في كل المعلومات حتى نتثبت منها، نبحث عن مصادر للكلام، نستطيع يعني حتى لما نقول مصدر مسؤول ولا نذكره، لكن نحن نعرفه وإن لم نذكره للجمهور. يعني أكيد الأساتذة الذين ستأخذون معهم مساقات متعلقة بالصحافة سيتحدثون كثيرا معكم على المصادر وكيف تدقيق المعلومات، وإن كان الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر يساعدنا أيضا في تدقيق المعلومات، ولكن من عبر أدوات خاصة بهذا. فبالتالي
من البداية لا أريد أن تركنوا إلى الذكاء الاصطناعي وتتركوا طرق البحث الحقيقية عن المعلومات والتثبت من هذه المعلومات ومصادر المعلومات الموثوقة بالنسبة للباحث. هناك مصادر خاصة بالباحثين، بالنسبة للصحفيين هناك مصادر خاصة بالصحفيين وأدوات نستخدمها في تويتر، في تويتر أو إكس الآن، في الفيس، في جوجل هو عنده أدوات التثبت من المعلومات، في كثير من الأدوات الصحفيون يتعاملون مع التثبت مما يجدونه من معلومات. وبالتالي هذا أمر مهم جدا، لا تركنوا إلى أول إجابة يقدمها لك الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كما قلت هو لا يأتي مرة، لن يقول لك مرة لا أعلم. الذكاء الاصطناعي لا يقول لا أعلم، هذه لا يقول. وبالتالي هو تدرب أن يجيب، ومن خلال البيانات الضخمة التي تدرب عليها يبحث لك عن إجابة، ولو كانت هذه الإجابة هي عبارة عن هلوسة. وهذا مصطلح مستخدم اليوم، مستخدم في الدراسات النقدية، الذكاء الاصطناعي الهلوسة. فبالله انتبهوا لهذه المسألة. يعني هو أحيانا يشعرك بنوع من المتعة، أنت تسأل هو يجيب. اليوم أنت تستطيع تسأله بالصوت، أنت تعرفه يعني وبلغتك، يعني تتكلم معه بالعراقي أو بالشامي أو باللغة أهل القدس أو بلغة بلهجتنا إحنا الليبية أو بلهجة إخواننا في مصر أو في الجزائر، هو يرد عليك بنفس اللهجة. يعني تقول له إزيك، يرد عليك إزيك، ويحاورك في الفلسفة باللهجة المصرية، ويحاورك في الطب باللهجة السورية وباللهجة الحلبية وبلهجة أهل إدلب والجزيرة والبغداد باللهجة الكردية، باللغة الكردية ولهجات يعني اللهجات الكردية أيضا يعني. وبالتالي من المهم جدا ألا يغرينا هذا لحد أن نعتمد على الذكاء الاصطناعي باعتبار كلامه فصل. هذا أرجوكم، خذوا حذركم في من هذا الأمر. الذكاء الاصطناعي قد يوقعكم في مطبات يعني محرجة جدا، ويقودكم إلى أن تقدموا معلومات غير دقيقة إذا كانت في الأخبار، أو في البحث تقدم معلومات غير صحيحة أيضا، وبالتالي يؤثر على بحثك، لأن البحث له أدواته. أكيد الذكاء الصناعي يساعدنا، يلخص لنا كما قلت المراجع والمصادر والكتب، ولكن لابد من تعداد استخدام الأدوات لنفس الموضوع ولنفس السؤال، مع الذهاب لجوجل أيضا، ثم تبحث عن المصادر التي هو يعني يحيلك إليها لتتأكد من وجود هذه المصادر بشكل حقيقي، إن هناك مصدر بهذا الاسم. تذهب لجوجل، وهناك دار نشر نشرته، سنة النشر، المؤلف، وبعد ذلك يمكن أن تبحث عنه في كما قلنا في المصادر المفتوحة، مثل الأركايف، بي دي إف أركايف الموجود، أو تبحث عنه في مكتبة الدكتوراه وغيرها من المكاتب اللي كان باللغة العربية. ثم ممكن يعني تقوم بإنزال هذا المصدر، تطالعه بشكل صحيح، تطالع الفهرس، تتأكد من بشكل يعني مسح سكان من صحة بعض المعلومات التي هو كتبها، ثم تذهب تأخذه كبي دي اف، تحمله على الأدوات المختلفة التي تتعامل معها مع الذكاء الاصطناعي، وتقول له لخص أو ابحث لي عن هذه الجزئية في هذا الكتاب، فهو يحاول أن يجد لك. بهذا الشكل أنت صحيح ويسرع، يعني أنت لو قمت هذه العمليات ممكن تأخذ منك شهر، لكن لو قمت بها مع الذكاء الاصطناعي، مع هذه الأدوات، سواء جوجل سكولر، أدوات التدقيق في جوجل خاصة بالصحفيين أو الباحثين، أو عن طريق النصوص الكاملة الموجودة على الإنترنت للكتب أو البحوث أو الأوراق العلمية، أو هو أكيد سيلخص لك، ممكن تنجز بحثك في أسبوع بدل أن تنجزه في شهرين، لكن تنجزه مع الكثير من التدقيق وتعلم كيف يمكن تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي دون الوقوع في الأخطاء والضعف الموجود في الذكاء الاصطناعي، الذي أساسه هو لا يقول لك لا، وكلما تسأله يجيب،
لكن يجيبك صح مرات ويجيبك خطأ مرات. فلا تركن إليه، لكن لازم يكون عندك هذا الحس. نحن في الصحافة عندنا هذا الحس في التدقيق والبحث عن المصادر بشكل صح. لا نفرح بالمعلومة، بل نفرح عندما ندقق المعلومة. لا نذهب إلى يعني حتى هناك يعني نقاش طويل لم ينتهي، هل الخبر العاجل مهم، كيف ندقق الخبر العاجل. هذه الأمور يعني نحن في الصحافة نحاول قدر الإمكان أن نجنب أنفسنا الوقوع في خطأ تقديم معلومات غير صحيحة، لأن الخطأ هو الذي ينتشر حتى لما تصح بعد ذلك تاليا. كثير من الناس لا تنتبه للتصحيح. وأما إذا كان الخطأ في بحث علمي فهو كارثة كبيرة، يعني سيعود على الباحث بالطعن في مصداقيته وأهليته كباحث، كعالم، كطالب دراسات عليا على سبيل المثال. فتنبه لهذا الأمر. يعني هذه النصيحة قبل أن نتكلم على أي شيء في الذكاء الاصطناعي، لأن كثير من الشباب والصبايا عندما نحن كنا ولا زال نتابعهم وندربهم وكذا، أحيانا يعني كما قلت يعني يفرحون ويشعرون بهذه المتعة أن هو يتحصل المعلومة بشكل سريع، ولا ينتبه أنه هو بحاجة أن يدقق هذه المعلومات ولا يكتفي بها. هذا الأمر أتمنى، سنحاول الآن أو إذا استطعنا الآن أن نعمل تجربة اليوم أو المرة القادمة عملية في الـ في الـ الـ كيف ممكن يقع في الهلوسة الذكاء الاصطناعي. سأثبت لكم ذلك. يعني الهلوسة طبعا هو أحيانا يعطيك معلومات غير. مثلا أنا كنت مرة أنا أعمل في داتا، يعني قاعدة بيانات خاصة بعلماء في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فلسفة السياسة، فلسفة الدولة على العموم. فكنت أحاول أن أجمع عدد كبير من العلماء من مختلف الدول، يعني تقريبا الدول العربية كلها، الدول الأوروبية الأساسية، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بعض الدول الأفريقية المهمة، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، جنوب شرق آسيا. فكنت أحاول أن أبحث عن مثلا نقول له اذكر لي أسماء ومعلومات لعشر أهم مثلا علماء أمريكيين في العلاقات الدولية أساسا، فهو يذكر لي عشر ويعطيني معلومات عنه. أنا ماذا أفعل على طول؟ أذهب إلى جوجل أتأكد من هذه الأسماء، وأذهب إلى اليوتيوب لأتأكد من هذه الأسماء، أذهب إلى الأمازون ليتأكد أن لهم كتب موجودة، أذهب لريسيرش جيت ليتأكد لهم بحوث مكتوبة، أذهب لبعض المواقع الخاصة السكولر مثلا، ريسيرش بتاع السيرش بتاع جوجل، ليتأكد أن لهم كتب ولهم مقالات ومستخدمين في يسموه في السايتيشن. يعني أنت اليوم تصبح أكثر ثقة في المجتمع العلمي عندما أنا أبحث فأجد أن عندك كتاب أو كتابين في تخصص ما مثلا، ولكن يستشهد به في 2000 دراسة، في 2000 بحث، في 200 كتاب. فبالتالي الاستشهاد بكتبك أو ببحوثك العلمية هذا يعطي مصداقية. وهذه كلها وأنت تجدها في مثلا في جوجل سكولر، هذا بتاع الخاص بالعلماء يسمى في سكولر. تقدر انت تدخل تكتب مثلا اسم الكتاب على سبيل المثال، هو يعطيك كل البحوث الموجوده واستشهدت بنص او فقره من هذا الكتاب. فبالتالي انا حتى اتاكد ان هؤلاء العشر على سبيل المثال، هذا باليوتيوب اكتشفت مرات انه يعطيني اسم مغني، اعطاني عده مرات اسماء فنانين، وقال لي ان هذا استاذ في الجامعه الفلانيه وهو لا أستاذ، هو مغني. فهذه الربكة تحدث هو عندما يقوم بعملية الكراولينج، البحث في قواعد المعلومات، تحصل يكون في موقع في مشكلة ويعتمد. لأن يجب أن ندرك تماما أن الذكاء الاصطناعي لا يعمل وحده، الذكاء الاصطناعي هناك
مئات الآلاف من الموظفين في العالم الثالث بالذات في أفريقيا وآسيا هم اللي يقوموا بتدقيق المعلومات اللي يتدرب عليها الذكاء الاصطناعي. يعني تعرفوا أن هناك مشكلة أخلاقية كبيرة جدا أن أدوات مثل أوبن أي أي، مثل شركة أوبن أي أي، هذه الشركة الرائدة اللي عندها تشات جي بي تي على سبيل المثال، وعندها ديلا بتاع التصاميم والرسم وكذا، هذه الشركة توظف باحثين في كينيا على سبيل المثال، في بعض الدول الأفريقية الكبرى تتكلم بالإنجليزية، وفي جنوب آسيا في الفلبين وتايلاند وبعض الدول، ويعملوا أكثر من 18 ساعة في اليوم، ويتأخر، ما عندهمش لا تأمين صحي لا تأمين اجتماعي لا أي شيء، ويعطوا في مرتبات منخفضة جدا لأنهم يعتبرهم فريلانس، يعني ليسوا موظفين دائمين. وهؤلاء المساكين الذين بعضهم انتحر، بعضهم أصبح عنده مشاكل اجتماعية وصار عنده ديفورس يعني طلاق في بيته ومشاكل وكذا، هؤلاء هم اللي دققوا في المعلومات، هم اللي يحاولوا يعلموا أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال هم يفلتروا المعلومات الموجودة على الإنترنت، ثم بعد ذلك، فأحيانا هؤلاء البشر يخطئون أو لم يصلوا بعد إلى فلترة كل شيء موجود على الإنترنت. هو الموجود على الإنترنت عالم عالم، يعني لا يمكن تخيل حجم البيانات الموجودة على الإنترنت، وكثير من هذه البيانات هي غث ليست سمين، هي كلام فارغ، يعني نحن نعرف جميعا هذا الكلام، الفيسبوك ويذهب الفيسبوك أيضا، فكثير من الكتب غير علمية، كثير من ما تسمى مقالات أو بحوث هي غير علمية، فبالتالي هم عندهم مشكلة كبيرة الآن، لأن كثير من الـ القواعد المعلومات اللي لها حقوق ملكية فكرية أصبحت تمنع شركات الذكاء الاصطناعي بالدخول إليها، مش تكون عندك اشتراك معناه تدرب لي تشات جي بي تي على مثلا على القاعدة المعلومات في جامعة هارفارد أو في جامعة أكسفورد أو في جامعة السوربون أو في جامعة دمشق أو في جامعة بغداد أو في جامعة صنعاء أيا كان. وبالتالي هذا الأمر أصبحت هناك مشاكل، لا يتاح لهم أن يحتالوا على الجامعات والمكتبات وقواعد المعلومات الكبيرة حول العالم العلمية، بتاع أرشيف المجلات مثلا، مجلة ساينس أو مجلة ناتشرال أو ناتشر أو مجلة فاينانشال تايمز أو غيرها من المصادر العلمية، أو فورين أفيرز أو أيا كان، دوريات في جامعاتنا المختلفة، أصبحت يقولوا لهم لا يكفي تعمل اشتراك لفرد ثم تتيح للذكاء الاصطناعي، نحن أصبح هناك رقابة والقوانين أصبحت، فبالتالي هو أصبح يستخدم في الأدوات المفتوحة في المصادر المفتوحة، وكثير من المصادر المفتوحة فيها مشكلة. بالتالي ألخص لك، الذكاء الاصطناعي إجاباته ليست نهائية وليست موثوقة، يعني ليست، لا يقدم لك بحثا علميا، وإن أغراك الشكل، هو في الشكل يكتب لك بحثا مقالا فيه عنوان رئيسي، مقدمة، عناوين فرعية، خاتمة، استنتاجات، بعض التحليل على ما يبدو، لا يغريك، لا يغريك أبدا، هذا شكل، لكن قد يكون فيه كثير من المشاكل العلمية في الداخل، فانتبهوا، مطلوب منك أنك تقوم بالمقارنة، أنك تستخدم نفس الموضوع، تسأله في مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وإذا مع الوقت ستتعلمون الأدوات الأفضل، هناك أدوات أفضل من غيرها. أيضا تقارن من خلال جوجل، لأن جوجل يذهب بك إلى المصادر الأصلية، إلى المكتبات، إلى دور النشر، إلى الجامعات، إلى المجلات العلمية الكبيرة، المجلات المحكمة، إلى المصادر الأساسية، وبالتالي حول نفس الموضوع أيضا، فهذه التوليفة، هذه المعادلة، بعد ذلك يمكن أن تصل إلى حالة من الثقة في هذه المعلومات، ممكن بعد ذلك جمعت كل هذه النصوص، ثبت، تأكد، تدخلها في أحد أدوات الذكاء الاصطناعي مثلا الممتازة، وتقول لها اكتب لي منها نصا لفيلم وثائقي،
تقول له اكتب اعمل منها 4 5 تقارير تلفزيونية، اعمل منها روبرتاج للراديو، اعمل منها مقال لمجلة، مش مشكلة. هذا هو بعدين يساعدك كأداة في التنظيم وكذا، هو جيد وممتاز في هذا الباب، يسهل عليك هذه الأمور، يترجم لك ترجمة جيدة جدا، لا شك في ذلك. لكن كما قلت، كل ما تفعله حتى بعد ما جمعت المعلومات وتثبتت منها وتأكدت أن المعلومات جيدة، لأن عندك فيها مصادر ثقة إذا كنت باحثا، أو مصادر في الأخبار هي جيدة، بعد ذلك تذهب لهذه مجموعة الأدوات تتعامل معها، سواء في نصوص أو في كتابة سكريبت لفيديو يعني، أو ستوري بورد إذا تريد تصمم أنت فيلم وثائقي أو كذا. فتذهب لكل هذه الأدوات المتعددة، تضع النص اللي أنت دققته وكان طويلا، تقول له الآن استخرج لي منه مثلا يعني قوم بصياغة تقرير تلفزيوني من هذه المعلومات في حدود مثلا 300 كلمة، أو أعمل لي اللي فيلم وثائقي مدة ساعة تلفزيونية 55 دقيقة. فهو يقوم ولما يأتيك يقول لا راجع قدم حط المعلومة هذه، أو أنت أرسمت له التخطيط في الأول قدمت له فهو يعمل. هذا هو ممتاز فيها. لكن في المعلومات أرجوكم تثبتوا قبل أن تذهبوا للخطوة النهائية، وهو أنك تقدم النص أو الفيديو أو تقرير الراديو أو البرنامج الذي تعده مثلا زميلتنا المذيعة في كردستان أو في فلسطين، قبل أن لا تعتمدي على أول معلومة تبني عليها الأسئلة، لأن أحيانا إذا كان الضيف متخصصا وحصيفا ومنتبها قد يقول لك هذه المعلومة غلط ويحرجك، أو لا يكون غير منتبه فنحن نقدم معلومات غير صحيحة للجمهور، وهذا أمر خطير جدا. نحن في الإعلام نقدم معلومات مدققة حتى يتمكن الناس الأفراد من اتخاذ قرارات في حياتهم، في حياة أولادهم. فبالتالي لا تثقوا بما يقدمه لكم الذكاء الاصطناعي، أنتم طوروا أساليبكم في تدقيق المعلومة. واضح هذه يا صبايا وشباب، نحن معنا يوسف من بين الباقي كله صبايا، واضح يا صبايا ويوسف؟ واضح. أرجوكم، هذا أريد أن نتعاهد على هذا الأمر، لأني سأحاول إذا سمح لنا الوقت أن أطلب منكم كل واحد يأخذ موضوع بسيط ويذهب لأي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي، وسأقدم لكم، سأطلب منكم موضوع عن ليبيا، أنا أعرف ليبيا جيد وبالتالي أستطيع دقق المعلومات فيها. سأطلب منكم موضوعا تبحثون فيه في المحاضرة القادمة، لا تبحثوا في جوجل، لا أريد بحث في جوجل، أبحث فقط في أداة واحدة تعودت عليها، حتى نقف على الهلوسة. أريكم أين الخطأ الذي يقع فيه الذكاء الاصطناعي بشكل واضح. عفوا، عندي بس تفضل مداخلة بسيطة، يعني على تفضل موضوع الهلوسة. يعني أنا هذيك المرة يعني من باب الملل فسألت شات جي بي تي، سألته عن مطعم في اسطنبول، أعطاني مطعم في باكستان، فقلت له إنه هذا المطعم في باكستان، قام قال لي أعتذر إنه أنا أعطيتك مطعم في اسمه مطعم اسطنبول في باكستان. فهو بيخرف، احنا نقول عندنا بيخرف من عنده مرات يعني. طيب أنا أعطيك مثال حقيقي، مثل ما قالت روز. مرة كنت أكتب بحثا في الفكر السياسي الإسلامي، وبحثت على مراجع كثيرة، وجدت مرجعا لكن لم أجده متاح، يعني لم أجده كموجود في المكتبات يباع حتى أطلبه أونلاين، ولم أجده في نسخة مفتوحة PDF على سبيل المثال. حاولت لم أجده. تمام. المؤلف الكتاب
اسمه السيد البدوي. تعرفون من هو السيد البدوي في مصر؟ أستاذ أبو بكر يعرفه. سيد بدوي هذا رجل صوفي يحج إليه في مصر. نعم، هو السيد البدوي مشهور من الأولياء وله مزار في هذا طنطا. ما هذا يحج إليه من العالم في عيد مولده أو كذا، يأتوه ربما ملايين من الناس. هو رجل صوفي عنده مقام معروف في مصر، سيد بدوي معروف، ولهذا المصريين يقول لك يا سيد البدوي، يحلفوا بسيد البدوي. تمام. فمؤلف الكتاب دكتور اسمه الدكتور سيد بدوي، في مصر هذا الاسم موجود. فأنا بحثت وعجزت أن أجد هذا الكتاب، ولم أجد له ريفيو، يعني تلخيص، لم أجده متاحا. فسألت تشات جي بي تي، قلت له أعطيني، ليس تشات جي بي تي، سألت تشات جي بي تي كوبايلوت، سألت جوجل قبل ما يصبح اسمه جيميني السابق، نسيت اسمه، ماذا كان عندهم قبل جيميني، كان له اسم ثاني، وسألت مجموعة من الأدوات التي كانت تستخدم. فمثلا ماذا قال لي تشات جي بي تي؟ قال لي هو كتاب للسيد البدوي، وهو رجل صوفي شهير يتبعه الكثير من الناس، وكتب الكتاب في فصول، وألف فصول من عنده، والفصل الأول مش عارف ايش، وهو كتب باعتبار سيد بدوي صوفي، هو شيخ صوفي معروف في العالم، يعني معروف جدا، فكتب لي كتاب، في كتاب بهذا العنوان لرجل صوفي ميت ممكن من 500 600 سنة. طبعا هذه كارثة. تخيلوا انني انا شاب صغير لا اعرف سيد بدوي من يكون، وذهبت وكتبت مقالا او بحثا، واخذت هذا الكلام كما قالت روز، يعني المخرف هذا اللي قال لي تشات جي بي تي، ووضعته، ثم مثلا نشرته او قدمته لاصدقائي، وكانت حتكون فضيحة كبيرة جدا يعني. فتخيل انت تكتب له مثلا كتاب اسمه، فلنفترض هيستوري اوف مثلا برتوجيز برتغال، والكاتب اسمه كريستيانو رونالدو مثلا على سبيل المثال، وهو لم يحصل على هذا الكتاب، سياتي للاعب رونالدو ويقول لك وهو لاعب يلعب الان في الدوري السعودي في نادي النصر او الهلال، نعرف النصر، هو في النصر، رونالدو في النصر يلعب. ويقول في النصر، ويقول الف هذا الكتاب، ويتكلم على كتاب هو يتخيل من خلال العنوان. فبالتالي ننتبه جدا. سؤال إذا تفضل ممكن. تفضل. طبعا معروف انه يعني تشات جي بي تي او الاي اي بتتفاوت الادوات وبتختلف كثير، يعني سواء من ناحيه قديش السرعه وغير هيك. هل في مثلا اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي، خلينا نقول نسبيا يعني هي تعد قريبه للدقه؟ يعني حتى جوجل بالمصادر العلميه بالابحاث العلميه، في فرق بين ما اخذ من موقع جوجل العام دوت كوم، وفي فرق بين ما اخذ من جوجل سكولر او الريسيرش او كل المصادر العلميه والدراسات العلميه. حتى الدراسات نفسها فيها طعن، يعني في طريقه لكيف نقدر احنا نعرف قديش هاي الدراسه فعلا هي علميه من اشياء جدا بسيطه. هل بالذكاء الاصطناعي، بما يتعلق بالصحافه بسال انا، هل بالذكاء الاصطناعي في اداه معينه هي قريبه للدقه نوعا ما او علميه اكثر؟ شوفي، خليني أنا أكون صريح معك، يعني إحنا لما نجي نطبق أداة واحدة الاعتماد عليها مهما كانت دقيقة، طبعا أكيد اللي هو بالسبسكريبشن بالاشتراك هو أفضل. الشات جي بي تي على سبيل المثال الذي يتعامل معه بشكل جيد، خاصة من عنده يعني اشتراك في الشات جي بي تي، شات جي بي تي عنده أولاد كثير اسمهم الشات جي بي تيز. يعني انت لما تدخل تشات جي بي تي انت تستطيع تبحث حتى باللغه العربيه على 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 نحن الان ممكن نعمل شير. خلوني انا بس لحظه من فضلكم نعمله مع بعض وانتم تتكلموا، نمشوا شويه
هذا تشات جي بي تي عندي هنا، هنعمل له شير الآن. أنا سأغير هذا وأذهب للتشات جي بي تي هذا، نعمله مع بعض، وإذا خرج قولوا لي ظهر أمامنا حتى نعمل مع بعض. ظهر تشات جي بي تي؟ واضح ظهر نعم. كله. هذا تشات جي بي تي طبعا 4.0 اللي هو انا لان عندي سبسكريبشن فيه. الان لاحظوا هنا، هنا شوفوا في الان الشاشه تتحرك معاكم صح؟ تشوف فيها لايف صح؟ بتتحرك تمام. الان هذا اسمه التشات هني جي بي تيز. هذينا كثير من الناس، مش كثير، عشرات الالاف ربما مئات الالاف من الناس، من المؤسسات، من الجامعات، من الشركات، طورت بلغه الاوبن اي اي بتاع الخاصه بها، طورت جي بي تي صغير خاص بها هي، تمام، وتكون اكثر تخصصا. يعني اليوم نحن مثلا لو جينا نكتب هنا، نكتب هنا مثلا، كان يعني لسه في الموجة ثلاثة والواد نكتب راح نكتب الآسيوي. نكتب جورناليزم، نكتب جورناليزم. ها تمام، هو يبحث الآن. لحظة، أنا قد أكون أخطأت في جورناليزم. الآر يور مثلا، شوفوا كم طلع لي، طلع لي طبعا لا أستطيع أعدها، يعني ستكون كثيرة جدا معي. شوفوا في القائمة، نعم شوفوا في القائمة مثلا، أنت الآن تذهب طبعا من الطرق التي نعرف أن هذه الأداة جيدة. لاحظوا أنتم الأداة شنو هنا، هذا 5K، يعني هذا 5000 حوار معمول معه، هذا 1K 1000 حوار. يعني هذه طريقة لتعرف أن هذا الـ الأداة تستخدم فيها الناس بكثرة، تعطيك نوع من الثقة فيها. واضح هذه النقطة، هذه أحد الأدوات يا أستاذة شيماء. لما جيت تبحث أنت في أداة الذكاء الاصطناعي هذه مثلا، هذه الخاصة هنا مثلا، هذا فيها 7 حوارات بس، هذه 7، لا يعني انك لا تستخدمها، لكن هي قد تكون جديده امس عملوها، او قد تكون قديمه ولكن الناس لا تستخدم. انت ممكن تستخدم اكثر من، لكن كلما كان، لو ذهبنا نحن مثلا هنا كتبنا هيستوري مثلا، ها على فكره نقدر نبحث فيه بالعربي ايضا، هذا التاريخ يعني. شوف هذا 25000 حوار تم من خلاله، لاحظتوا في هنا 25 كي، لاحظتوها؟ ألف تروها؟ نعم هذا معناه ان الناس عملت حوار مع هذا التشات جي بي تي الصغير، الاداه هذه، وهو يقول لك منين مصدرها. احيانا تكون مصدرها جامعه، مثلا نكتب هنا، نكتب عشان مثلا ريفرنس، سيتيشن اند ريفرنس فايندر مثلا، هذا 25000، تمام، لاحظته. هو يقول لك، تمام يقول لك بمن، من هو هذا، يقول لك باي اي اي تولز، يعطيك من الجهه. مرات تجدها جامعه، جامعه هارفارد، جامعه دمشق، جامعه القاهره، وبالتالي انت احيانا لما تمشي للاداه تعرف الاداه هذه هي تتبع من. وإيش أشهر إشي للصحافة يعني اللي عادة الصحافة بالذات يعني في تحرير خبر عاجل أو بأشياء اللي هي لا، لسه بنعرف مصداقيتها مثلا. التحرير ما تخافيش منه، التحرير تمشي لتشات جي بي تي العام يحرر لك اجمل خبر. انا التأكد أسفة يعني الاستقصاء تأكد أكثر من شيء. التاكد، خلينا نقول مثلا نكتب هنا داتا او نيوز، نكتب باللغة نيوز، العربية هو باللغه العربيه، هو باللغه العربيه اذا، ها نقدر تبحث، هي كلها باللغه العربيه، لكن نبحث، انا نبحث باللغه العربيه، تدقيق الاخبار على سبيل المثال، إذا جاب لي ما فيش حاجة، تدقيق بس.
هذه تحقيق 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 تحقيق، هذه كلها أدوات لعبته أنا. المهم، لكن أنا نمشي للأسف هي باللغة الإنجليزية أفضل، لكن هو يدقق حتى للمصادر العربية، وتكتب نيوز مثلا فيريفيكيشن. ها آسف. نيوز فروم 900 كذا. داتا هنا نحن فاضل كم بس دقيقة؟ هذا مثلا داتا تشيكن، هذا مثلا هذا، لكن هذا قليل جدا طبعا المعلومات فيها. فاكت تشيكر مثلا، هذا اسمي مثال، انا مش ضروري نمشوا لهذا يعني. هذا ريسيرش، يعني هذا بحث وتحليل، واساسه هو يقول لك تشيك اني داتا ستمنت داتا كذا. طبعا نحن نحاول نجربه مع بعض، نكتب ونقول طبعا المفروض يكون عندي نص، يكون عندي نص، لكن نقول تحقق من عدد الشهداء. مثلا إسا آخر خبر موافقة رئيس الوزراء على الصفقة، هذا عاجل الآن، موافقة؟ رئيس وزراء على الصفقة بين حماس وإسرائيل، إسا هذا خبر عاجل. رئيس وزراء قصدك نتنياهو؟ نتنياهو، طبعا انت أنا بدي بتتأكد فوت على GPT وبدي لا، أتأكد. قبل كل شيء يا شيماء تتأكد، نقول لها هل تتعامل مع الإنترنت، تتأكد إن هو ريل تايم. بعض يقول لك لا أنا لا أتعامل مع الإنترنت. أشوف ماذا كتب لنا هنا، قال نعم يمكن وصول الإنترنت البحث عن المعلومة. تمام، أعطيني الخبر، الخبر من فضلك أعطيني نقبله، قولي لي إيش مثلا موافقة بنيامين نتنياهو على الصفقة. ما دقة الأخبار التي تتحدث عن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صفقة التبادل ووقف إطلاق النار. وين قلت لي هذا؟ في ووقف إطلاق بمواقع النار، عبرية عم بيحكوا عنها، يعني عشان هيك بعض لا الإشي مش طالع 100%، فبدنا نتأكد ووقف مثلا إطلاق قبل ما نطلع خبر النار عاجل نتأكد. مع حركة حماس. لا، حماس مع الإشارة إلى المصادر. عسل المسل. تمام، تمام. هو قاعد يبحث الآن. نعم، أخبار حماقة رئيس وزراء بنيامين نتنياهو صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس صحيح، صفقة تشمل إطلاق سراح 50 رهينة. جايب طبعا جيوش تليغرافيك أجنسي، هذه ذا تايمز أوف إسرائيل، ذا جيروسالم بوست. تمام، طبعا
أنا نبي هلا نتأكد. هو هون عم بيقول تمت الموافقة صح؟ أيوة بس احنا ما أنت، نقدرش نقول انه هو تمت الموافقة للجملة المشاهدين لانه عمليا ما في موافقة رسمية، لا ما لا، فيش ما أنا صيغة بدي، رسمية. أنا نبي نتأكد لما نقول له، نبي نتأكد. هو أنت تعمل مع حوار أولا، تقول له اوكي أستغفر تسمع لحظة، وهو متوقع أن يبدأ بالزفقة يوم الخميس أو الجمعة بالإضافة. ما خايف يكون هو جاب لي تواريخ قديمة، رو أنا مش متأكد يعني. أنا نبي نذهب مثلا هذه جيروسلم بوست مثلا، ها نفتحها. آه إيه. نفتح. لا هو الخبر العاجل طلع من وول ستريت جورنال، يعني لا في تو خبر جاب لي عاجل هذا، قبل بالضبط 10 دقائق شوف التاريخ بس بعد إذنك، هذا 21، شوف اليوم، 2023. تخيلي. هاي مشكلة الذكاء الاصطناعي. آه شفتي مثلا. طيب أنا طبعا أنا نذهب ل تشات جي بي تي العادي. مثلا مرة أخرى، هل ما زلت، هل يمكنك الوصول إلى الإنترنت؟ طيب هنقول الآن ناخذ نفس الخبر اللي قبل شوي درناه، ناخذ نفسه نكوبي ونمشي به لتشات جي بي تي، ولا ده تمام؟ هو جاب لي، شوف تو ريسبونس، يعني جاب لي ردي سيرش فايف سايتس. انا هناك تقريبا متضاربة حول موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صفقة كذا. شفتوش ان جاب اثنين، وفق حديثها وفق رئيس الوزراء على صفقة تبادل الأسرى، ونفس الشيء جاب الكلام هذا القديم، وجاب نفس المصادر على فكرة. لاحظتي؟ فنحن نختار وحدة منهم. عشان هيك انا سالت، يعني احنا اللي بنشتغل بالاخبار بالذات، يعني انا مذيعه بدي اطلع هسه اقول للناس لا انه في، يعني ما إياك بقدرش اجي تقول، اعتمد على الذكاء الاصطناعي. لا لا، نحن إذا تشتغلي في الأخبار، أنت عارف عندنا أدوات غير ذلك نحن نتعامل بها مع مين اللي بعث لنا هنا حاجة. في حد من الشباب بعث شيء؟ طيب نرجع نحن نقول إن الذكاء الاصطناعي، أنا من تجربتي يعني أؤكد لكم أن هو ليس المكان الثقة للتأكد من المعلومات، خاصة في النيوز، وفي الأرجنت نيوز، في البريكنج نيوز، في الأخبار العاجلة. تحتاج نتدرب على الفيريفيكيشن تولز اللي موجودة عندنا في غرف الأخبار، نستخدمها سواء كنا داخل غرفة أخبار أو كفريلانس نشتغل بشكل منفرد. يعني عندنا أدوات، سواء هذه الأدوات التقليدية هي المصادر الأساسية، إنك أنا عندي أكسس نوصلها، أو عن طريق الأدوات المستخدمة في التأكد من الفيديو، التأكد من النص. اليوم تكون عندك أنت، تعرف اليوم لما يكون عندك أنت عن طريق التطبيق اكس، يعني تويتر سابقا، في انت تقدر تدير القوائم هذه. القوائم هذه تساعدك جدا في التاكد. في دك، هذا احد البرامج او المواقع اللي تتاكدوا منها على دقه المعلومه. في مجموعه من الادوات، لا يمكن، لا توجد اداه واحده حتى عند الصحفيين في غرف الاخبار يعني تكفي لتدقيق المعلومات، بما فيها وكالات الانباء، بما فيها مراسلي ايضا، حتى مراسلي هو في عين المكان احيانا يخل بتدقيق المعلومات، ليس قصدا، لكن لانه هو لا ياخذ في حسبانه اهميه تدقيق المعلومات. يعني اخطر شيء، انا ممكن ابعث لكم وثائق عمل احد اهم الصحفيين في العالم، خاص بالصحافه الاستقصائيه، بريطاني، هو رجل كبير شيبه. وكان سؤالك كيف تستخدم الحكومات يعني كيف تتحالف مع وسائل الإعلام للتأثير على الرأي العام، وجاب الكيس متاع أفغانستان في 2001، والكيس متاع العراق في 2003، في بعض المرات اللي كان فيها يعني عدوان إسرائيلي على فلسطين، على غزة وكذا.
تكلم على قصة فيتنام، والتقى بالمشرفين ومدراء البي بي سي والسي بي سي نيوز في أمريكا وفي بريطانيا، وكان ركز على هاتين الدولتين، ويريك كيف هم يقدموا في معلومات، مثلا اعتمادا على قول المسؤول. أنا لا أريد أذهب لتدقيق المعلومات، يعني أحيانا أنا في الشمال السوري، فلما يجيني واحد من قادة في الحكومة الائتلاف مثلا، في الحكومة المؤقتة في سوريا، فيجيني وزير يقول كلمة أنا ننقلها وكأنها حقيقة. الصحفي لا ينقل، الصحفي يدقق، يدقق كل ما يقال. يعني الأصل، القاعدة، أن ننشر ما نؤمن بصحته. لا يكفي أن نقول لا، هي قالها مسؤول في هذا الجهة وهذه تلك الجهة، لا يكفي. في مؤتمر صحفي مباشر ولايف وتكلم ما شاء، فليتكلم، مثل المناظرة بين الرئيسين، بين الرئيس الأمريكي والمرشح ترامب، المرشحين يعني. ترامب يعني استمتع بقول الأكاذيب كما شاء، في كل رقم تقريبا ذكر ترامب وفي كل قصة كانت كاذبة. ليس معنى ذلك أن بايدن رجل، لكن بايدن ما اضطرش أنه يكذب، يعني الحقيقة ذاك اشتغل بالكذب. اليوم هو لايف، الله غالب هو لايف، أنا ما عندي معمل، رغم أن اليوم في أمريكا يشتغلوا على الفاكت تشيكينج أثناء البث المباشر، كانوا يحطوا في مفترض تدقيق المعلومات، والسي إن إن ما قامتش بهذا الدور بشكل جيد، تم لأن هي كانت تنقل المناظرة الأولى. اليوم أنا كصحفي عندي أدوات مختلفة، أنا أقول لكم ليس بينها الأدوات، ليس بينها الذكاء الاصطناعي. مهما حاولت، الذكاء الاصطناعي عنده مشكلة كبيرة جدا، يعني في لا يمتلك القدرة على تدقيق المعلومات، خاصة في الصحافة وفي البريكنج نيوز. لو تأتي بحاجة قديمة شوية، مثلا خبر، أنت بتعمل مثلا تقرير خلفية على مثلا كم عدوان قبل 7 أكتوبر يعني نفذته إسرائيل على غزة، يمكن من خلال عملية بحث كما قلت من مجموعة من الأدوات ومختلفة وكذا، يمكن تأخذ هذه المعلومات. لكن الآن واليوم واللحظة هذه هو لا يسعفك بذلك. يمكن مع عفوا، الوقت الطويل. نعم عفوا، سؤال يعني، يعني ما من فوائد يعني الذكاء الاصطناعي للصحافة؟ يعني نريد يعني نعرف، لأن هي في شغلة الدقة فعلا، يعني إنه الدقة مو موجودة حسب التواريخ يعني حتى مرات هو جوجل ما بينه دقة يعني 1000000%. بريد يعني نعرف شنو فوائد الذكاء الاصطناعي. وسؤال طيب ثاني، شنو العفو الأمثلة عن المواضيع اللي ممكن نبحثها؟ قلت عن مثلا ليبيا حتى نطرحها للحلقة هنعطيكم الثانية. في نهاية نعم الكلام، نعطيكم كأمثلة. أي نعم تمام، ممكن لا شكرا. نعطيكم عنوان، موضوع واحد تبحثوا فيه حتى بعدين نعم نكتشف هلوسة الذكاء الاصطناعي. حلو. تمام. طبعا نحن الآن هذه كمقدمة، نتكلم شوية على الذكاء الاصطناعي، لأن لا أريد أن أكون أنا سبب في إيمانكم المطلق بالذكاء الاصطناعي، لهذا أنا أردت أن صحيح أهز هذه الثقة، حتى صحيح لما نتعلم بعض الأدوات وكيف نستفيد منها نكون حذرين، اي لأننا نعم عفوا، أخشى. لانه إيه نعم عفوا، لانه نحن استفدت من يعني استفدنا منه كل احنا طلاب او نبحث، ممكن تلخيص التقارير، تلخيص التعاريف كلغة انجليزية او يعني اكثر انجليزية، خلينا نقول، لان العربي اكيد مفهوم، نحن نتحدث العربية، بس بالنسبة للتقارير يمكن لخصنا. بس فعلا من جهة انه الاخبار انه تكون دقيقة، فعلا دائما انه التواريخ تطلع غلط، يعني هاي صحيح، يعني شفناها كثير. لا طبعا، هو شوف، في التلخيص عظيم، يعني انت اليوم تعرف مثلا الذكاء الاصطناعي، يمكن ان تذهب لمقابله الرئيس الصيني يتحدث فيها بالصيني للتلفزيون الصيني، لا توجد لها ترجمه، والمقابله الان ومتاحه عندك. نعم هذه المقابله يقوم هو بتلخيص اهم الافكار التي فيها بدقه، يمكن يترجمها لك كاملا نصا بدقه. طبعا يمكن بعض الأدوات تعمل دبنج، يعني تعمل أنت يصبح هو يحول الـ يصبح كأن هناك ترجمة فورية، يعني الذكاء الاصطناعي يستطيع يقوم بهذا الأمر. هذه الأمور كلها جيدة في الذكاء الاصطناعي، تمام. لكن نحن لما نبدأ في الأدوات في المحاضرة القادمة نتكلم على ما هي الوظائف الصحفية
صحيح. وماذا يفيدنا الذكاء الاصطناعي في كل مرحله من مراحل الوظائف الصحفيه، يعني بدءا من نحن في الصحافه، اول شيء نقوم به في الصحافه هو ما نسميه البلاننج، التخطيط، تخطيط لليوم الاخباري. لو انا في غرفه اخبار لما ندخل نعمل حاجه اسمها اجتماع تحرير، اكيد في الصبايا والشباب اللي يشتغلوا فيه يعرفون، نحن ندخل في غرفه الاخبار او في مكان اداره البرامج، نقول اليوم خاصه في البرامج الاخباريه اللي هي مواضيعها يوميه لا نخطط لها فنقول اليوم مثلا ايش عندنا المواضيع، مثلا عندنا المواضيع الفلانيه، فبالتالي الذكاء الاصطناعي يساعد في مهمه التخطيط، يساعد في جمع المعلومات. طبعا مع الابتعاد على فكره تدقيقها والاخبار العاجله. الاخبار صحيح. العاجله انت لا تاخذها، هو ليس مصدر الاخبار. الذكاء الاصطناعي هو ليس اداه تاتي لك بالليتست في النيوز، ليست هذه ادوات. يعني يمكن يستخدم الذكاء الاصطناعي في مثلا الذكاء الاصطناعي يستخدم في وكاله الاي بي على سبيل المثال، هم مطورين اداه للذكاء الاصطناعي خاصه بهم، لكن هم يمدوها بالمعلومات وهي بعد ذلك تقوم ببعض الادوار داخل الصحافه. هو يساعدك في اعاده بناء السيناريو للتقرير او ما نسميه نحن الستوري بورد، يعني احيانا تعطيه نص مكتظ، معلومات مكتظه انت دققتها، هو يساعدك في اختيار الزاويه ايضا، وهذا مهم في الاخبار. نحن لان احنا في الهرم المقلوب لابد، حتى الهرم المقلوب بني على فكره الاهم فالمهم، احيانا يساعدك في ابتكار مجموعه من الزوايا انت ما انتبهتش اليه. طب اللي جربه ينشئ لك نصا من المعلومات تعطي له، ينشئ لك نصا للتلفزيون، يجهز لك فيديو متكامل، يعني اذا انت في اشتراك او انت اعطيته الفيديوهات المقاطع، هو يمكن ان يقوم بعمليه مونتاج متكامله في هذا الامر. في اشياء كثيره ويساعد فيها، في الوثائقيات يساعد بشكل عظيم، هو سنرى هذا كله مع الوقت، يعني من خلال المحاضرات، هو يساعد بشكل عظيم في التخطيط، في ترتيب الأفكار، في تحديد الزوايا، في توريد الأسئلة أيضا. يعني أنت ممكن تعطيه الموضوع، تعطيه المعلومات، تقول له ولد لي مجموعة من الأسئلة، هو يستطيع يولد أسئلة جيدة. في التحليل طبعا الداتا، نحن لو اليوم زي ويكيليكس مثلا، أنا عندي 400 ألف وثيقة، الذكاء الاصطناعي يستطيع يساعدك في تحليل هذه الوثائق، وتحليل يعني جيد جدا، خاصة ممتاز. إذا أنت عددت الأدوات، استخدمت أكثر من أداة، أكثر من أداة، ستصل إلى حالة من الرضا، حالة من الثقة في هذا التحليل. هو كما قلت يترجم الفيديو، هو يسمع ويترجمه، هو يلخص لك الفيديو في نقاط، يلخص لك المؤتمر الصحفي على سبيل المثال، المؤتمر الصحفي طويل جدا، هو يستطيع يلخص لك فأنت تعمل كملخص. في أشياء كثيرة، هو في التلخيص، في الترجمة، في التحرير، في التخطيط للوثائقية، التخطيط لتقارير الفيديو، لتقارير الراديو، للقصص الصحفية، كله يساعد بشكل جميل ومفيد، إلا في موضوع التدقيق أنا أحذر منه، وفي موضوع البريكنج نيوز اللي سألت شيماء عليه الآن ننتبه إليه، يعني هو ليس مصدر في هذه الأمور. فحتى في وكله يبدأ الأول من جي بي تي صح؟ طبعا هو الجي بي تيز، لانك انت اليوم حتكتشف مع الوقت اللي عنده اشتراك، يعني نحن الان مثلا اي حاجه تخطر على بالك، نرجع مع بعضنا للجي بي تيز، اي قصدي يقولوا ايش تبوا مثلا في التصميم الهندسي، في المحاسبه، ما اللي يشتغل؟ محمود يشتغل في البنك صح ولا لا استاذ محمود؟ يوسف اسف، يوسف في البنك صح؟ نكتبه اكاونتنج مثلا، ها؟ محاسبة مش بنك، يعني منفذ البطاقات الائتمانية يعني. مثلا بعدين نفسه اكاونتنج مثلا، شوف هذا خاص، شوف اكاونتنج سبيشالست، هذا معمول مع اكثر من 50 الف حوار، هو واخذ رانك كويس، يعني واخذ 4 تمام. فانت اللي تخطر على بالك في الاكاونتنج المحاسبين يعرفوها، حتفيده جدا. لو جينا نحن مثلا جينا مثلا انت حتى هو يساعدك حتى في الاستثمار، مثلا
تدير في الانفستمنت. نبحث لكم بالعربي قد نجد شيئا. لحظة بعد منكم. مثلا شوف الاستثمار، لاحظت كم خرجت اشياء كثيره، طبعا ما زال تحت. شفتوا الشات جي بي تيز الصغيره طلعت، الجي بي تيز هذين الصغيره تطلع، شفتوه ظاهر عندكم على الشاشه؟ نعم ظاهر. تمام. هذا مثلا انت، اعطيك بشيء ثاني، مثلا شيء اخر نحن نسمو فيه الفيسيبيليتي ستادي، نسمو فيه دراسه الجدوى، او نديره مثلا بروجكت. تمام. هذا سأفترض إن أنا فتحت، شايفين الشاشة؟ ننهي بها. سأفترض إن نحن مثلا عايزين نعمل مشروع لتأسيس راديو، مثلا قدم لي، قدم خطة متكاملة لتأسيس راديو إخباري على سبيل المثال، باعتبارنا بتاع أخبار، راديو إخباري يعمل على مدى 24 ساعة في اليوم. أنا سألت هذا السؤال، شفت السؤال اللي سألته أنا أو الطلب؟ شايفين الجميع شايف؟ تمام. سألتها. مثلا تخطيط كامل. يعني لا، ما زال انت تسأل اكثر، تقول له طيب منين نحصل على الـ مثلا الأجهزة، ما هي افضل الـ انواع الأجهزة، البراندات بتاع الأجهزة، كم موظف نحتاج نقدم، كم نشرة نحتاج نعملها، كم كذا. كل ما تسأل انت لما تنهي معاه الحوار بعد ممكن ساعة، تقول له اجمع لي كل هذا النقاش في خطة متكاملة. هذا كله نعم، نحن نشوف، هذا أول إجابة طبعا. يعني شوف هو يحفظ الدراسة. كل الحوار وبعدها ممكن يعطيني تلخيص طبعا كامل لخطة العمل، طبعا بلانينج يعني. طبعا للتخطيط، طبعا نعم. طبعا. وتقول له بعدين حولها لي إلى برزنتيشن، عرض تقديمي، لأنك أنت بتقدمه للمستثمرين، واختار لي صور واعمل لي كذا، كله يعمل لك. يعني طبعا واضح هذه النقطة. فهو في هذه الأمور اللي يخطئ. يعني نحن مثلا تعالوا يعني ممكن نعتمد عليه، عفوا، يعني ممكن نعتمد عليه، يعني انه ممكن نعتمد يساعدك، عليه 100% او يساعدني يعني. يساعدك نعم، اي يتمار بشكل جيد جدا، بس كل ما أنت بحثتي وعدت الأسئلة تمام وسألت بشكل صح، هنتكلم ونحن لاحقا بعدين تمام نقول اي لك نعم. السؤال همينة، نعم، طرح السؤال طبعا فعلا فعلا اي مهم. طبعا. تمام، صحيح. أنا طريق مثلا الصياغة، طريق الصياغة، طبعا كيف تصيغ السؤال وتسأل وتقول لا عاود، لا اكتب هكذا، أنت تستطيع تفعل كل شيء. عفوا. أنا مرة طلبت منه إنه هو يكتب لي يعني قصة، وأنا أعطيته الشخصيات، حددت طبعا له الشخصيات وحددت له النهاية، وكل مرة أقول له أرجع، طب أعطيني نهاية صادمة، طب نهاية حزينة، فكان بيعطيني أشياء يعني حلوة طبعا لما أنا طبعا بطلب طبعا منه يعني، ويضيف شخصية وزي كده يعني. هو طبعا انا جربته كثيرا في كتابه القصص، هو يؤلف كتب ايضا، يعني هو يساعدك في تاليف كتاب متكامل. نعم، لكن انت تحتاج، هو يعتمد عليك انت كيف تسال، ايش المعلومات اللي عندك، هذه امر مهم جدا، كيف تستطيع تستدرك عليه بالتعديل. يعني الواحد لو دخل واحد لمؤاخذه فارغ ما عنده شيء، مش هيستفيد من الذكاء الاصطناعي، لكن انت لازم تكون مستعد انك تستفيد منه. يعني اليوم انا نقدر ندخل معه في حوار على الفلسفه اليونانيه على سبيل المثال،
لان عندي يعني احاطه جيده بالفلسفه، هذا جزء من تخصصي، فبالتالي انا استطيع اذكره واقول له لا هذه الفلسفه ليست للابيقوريين، هذه فلسفه السعاده عند مثلا، وهكذا نقدر نتكلم معاه. ايوه صحيح تمام. وهو على فكره يتعلم منك ايضا، انت لما تصحح له وياخذ منك المعلومه هذه لا يقدمها لواحد ثاني خطا، هو يتعلم من الحوار بينك وبينه. لكن كما قلت، تسأل صح، تستدرك بشكل جيد، تستخدم أكثر من أداة، تذهب تدقق في الخارج أيضا، هذا أمر نعم مهم جدا. هذا مهم. نعم تمام. الله غالب، يعني هو سيخفض سيساعدك في يعني أكيد سي يعني ماذا تلمع من يقول، الموضوع مثلا. اي كثير صحيح من الوقت، كثير من الوقت أنت سيقل يشعر يعني. الوقت. صحيح صحيح تمام. لكن ليس من السؤال الأول والإجابة الأولى والحديث الأول، لا ما ينفعش أبدا بهذا الشكل، لا يمكن. يعني أنا الآن مثلا أنا أشتغل في أحد شركاتي، أنا أشتغل في مثلا جانب الاستثمار، فأحيانا أبحث للعميل على فرصة استثمارية، نتفق على موضوع الاستثمار، بناء مصنع على سبيل المثال في لصناعة المكيفات على سبيل المثال. أنا أبحث عن يساعدني تشات جي بي تي أو الكل الذكاء الاصطناعي، ليس فقط تشات جي بي تي، يساعدني إني أعرف مثلا أي الأماكن، أفضل الشركات يعني العالمية اللي تقدم لي الآلات اللي حنستخدمها في المصنع، ويستطيع يعمل لي تقييم عن، لان هو هذا الامر جيد. وطبعا لكن ايضا انا احتاج ابقى معه على الاقل مرات يومين ثلاثه حتى اتاكد من الاجابات والمعلومات دقيقه. طبعا لو ما عنديش ذكاء اصطناعي ممكن ياخذ مني 3 اشهر، لكن لا باس، هو انا استطيع اتحمل 3 ايام واربع ايام واسبوع، لكن حتى اضمن ان المعلومات والتقديرات والدراسه السوقيه والتقنيات وكذا تكون جيده. لكن إذا أنت اعتمدت على يعني سؤال واحد، إجابة واحدة، أول كلام جاك أنت مشيت به، لا هنا مشكلة. يعني هذا الذي لا أريدكم أن تقعوا فيه، هو يسهل لنا الكثير من الأمور، لكن لا بأس، هو بدل ما نشتغلنا شهرين هو يعمل لي أنا بشوية تعب مني أسبوع، هو بالنسبة لي وفر علي كثير من الوقت، وفر علي 5 أسابيع يعني. وهذا يوفر علي مال مثلا كرجل، كإنسان صاحب شركة أو عمل، وبالتالي لكن أني أريد كل شيء في يوم واحد في ساعة واحدة، ستكون هناك مشكلة كده. واضح هذه النقطة. على فكرة هو حتى في الطبخ يساعدكم في الطبخ، يعني أي طبخة في العالم هو يساعدك فيها. يعني أنا هذيك اليوم كنت حبيت نعمل مع الأولاد والأسرة بيتزا، مش تماما بالإيطالي نعملها بيتزا، لكن أردت أن أختبرهم، أعطاني طريقة والله كأنني كنت في ميلانو أو روما، يعني عملناها بالدقة كما أراد هو. خرافية. يعني نعم كمان يبتكر وصفات. أي نعم، يعني ممكن تعطيه أكثر من مكون وتقول له اعمل لي وصفة يعني من خيالك فيبتكر يعني. وممكن جدا يعني هو، أنت مثلا اليوم نحن في الخليج أو في العراق أو حتى في اسطنبول في رطوبة وفي حر، ممكن تقول أنا أريد ما يعني من خلال تقول أنا موجود في السعودية على سبيل المثال، أريد مجموعة من الكوكتيلات بالفاكهة وتكون تعمل ريفريشمنت وتكون لذيذة، يعطيك بل مئات إذا أردت، يقول لك استخدم هذه واستخدم هذه والمقادير وكذا، وأنت تسأله أكثر فيحسن لك واضح هذا هو في كل شيء في الحقيقة. صحيح. حتى تسأله أنت في مشاكلك، عندك مشكلة مع صديقك، مع نعم زميلك في العمل، عندك مشكلة مع موظف معك، يعطيك استشارة أيضا. صحيح ما جربناها. تمام، الآن نحن يا أستاذ أبو بكر معنا. بس اسماعيل الان تمام نحن تجاوزنا الوقت أستاذ أبو بكر، بالفعل بس محاضرة رائعة والله، شيء ممتاز. الله يسلمك، أنا أطلب من الزملاء جميعا لقاءنا القادم يوم الجمعة إن شاء الله، كل واحد يكون بحث فقط في أداة واحدة وانسى جوجل، هنعمل التدقيق مع بعض، يبحث عن مثلا نختار لكم عنوان متعلق بليبيا حتى أنا أستطيع أدقق بشكل أسهل. بالضبط نعم. تمام؟
عن مشكلة التهريب، تهريب الوقود في ليبيا. كيف تدير أنت الأسئلة، كيف تدير الأجوبة، كيف حوار، ولكن مع أداة واحدة. لا تذهب، العفو، ممكن العنوان؟ ما افتهمت. عنوان مشكلة تهريب الوقود في ليبيا. مشكلة في تهريب ليبيا بصورة الوقود عامة. نعم. تمام. بصورة عامة، قصد أنت شوف. تمام. تمام، تعال هيجيب لك هو معلومات، كلكم هيجيب لكم كل المعلومات، هنشوف الأدوات استخدمتوها ونروا ما مدى دقة المعلومات اللي قدمها. وركزوا على فكرة مشكلة تدقيق آسف تهريب الوقود في ليبيا في سنة 2024، ركزوا على كلمة 2024. تمام. عفوا، تمام، في أداة واحدة فقط. كل واحد أداة، كل واحد الأداة اللي هو اللي يستخدم فيها عادة. تمام. بس ليش؟ لأننا نبي نقنعكم بأن الاعتماد على أداة واحدة مشكل. تمام؟ أستاذ إسماعيل، لما كل بيكون واحد، عفوا، راح تكون أسئلته تختلف عن الآخر، يمكن أسلوب مو تقرير صحيح؟ صحفي ولا يكون تقرير صحفي ولا بحث ولا لا ورقة؟ لا لا لا، يجيبوا معلومات، بس معلومات معلومات. معلومات فقط. نعم. أسئلة؟ لا، طلبت أسئلة انت. لا، أنا أنا عايز دليل. نبيكم تجيبي لي معلومات على معلومات. أزمة أو مشكلة تهريب الوقود في ليبيا في سنة 2024 كوش. من زين. أدوات ذكاء اصطناعي. تمام؟ زين. مش تمام. ما يهمنيش يا أستاذ أبو بكر يكون تقرير، ما يهمش، نبي المعلومات، هندققوا المعلومات مع بعض. ممكن ندقق المعلومات بعدين يتم صياغتها بعناوين مناسبة أو حسب أنا مش الوقت. بس أنا مش مسؤول على الـ على الـ على الـ على القسم الصحفي. أنا في هذه الدورة لا، ما أيوة نقدمش طبعا طبعا، ده شيء جميل. تمام جدا. هو طبعا في خلاص. محاضرة رائعة أستاذ إسماعيل تمام، أنا كالعادة. إحنا بنتكلم بس عن موضوع أهم حاجة في الشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي، كيف تسأل، لأن حتى التعامل مع طبعا أسماء الإعلام هنجو عندنا سيشن كامل على كيف تسأل. 90% من النتائج مرتبطة على كيفية السؤال. فإن شاء الله بالتوفيق، وطبعا سعيدنا بالزملاء، دي محاضرة افتتاحية، مش حابين نطول عليكم، لكن إن شاء الله بكرة غدا إن شاء الله نلتقي مرة أخرى مع الزميل عبد الله العدوي في الكتابة الإبداعية. وإحنا قلنا سلامنا الأسبوع للدكتور ده عبد الله. هناخد كل يوم مادة محاضرة واحدة، والأسبوع القادم إن شاء الله يكون في كل يوم محاضرتين. أشكركم جميعا، وطبعا كنا المفترض يكون في أسئلة، بس أظن أنتوا أتمتوا النقاشات مع الأستاذ إسماعيل. عايزين يسألوا اسألوا، أنا ما عنديش مانع. ممكن 10 دقائق نديهم لو كمان عايزين ياخد 5 دقائق أسئلة برضو، مفيش تفضل. مشكلة. حد عنده أسئلة شباب؟ عايزين اللي ما يتكلمش يتكلم. أنا شايف الشاب الوحيد اللي هو كان دخل، يبدو إن هو ما أستاذ عرفش. يوسف، أستاذ يوسف لسه ما سمعنا صوته مرة واحدة بس. الوحيد المظلوم. لا لا، ما عنديش سؤال أستاذ، ما قصرت يعني، أشكر الله يعني. يعزك يا يوسف، بارك الله فيك. طيب خلاص، طب نحن تمام، نلتقي يكفي. الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ماشي شكرا أستاذ خلاص، أبو بكر. اغلق من عندك، يبدو ان انت عندك الهوست، فممكن تغلق من عندك. تمام، حاضر الآن. لا، يلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.